فضح أمريكا وخاطر بحياته عشان يفضح الماسونية والمافيا الدولية ويكشف مخططاتهم، وتحدى أكبر الدول العظمى اللي بتتحكم في مصير دول العالم الثالث. كان أول بطولة تلفزيونية يقوم بيها هو مسلسل وادي الذئاب، وكان بيفضح المنظمات العالمية والقوى الخفية، ونجح نجاح ساحق وخاصة في الدول العربية، ونال شهرة وحب، لكن في المقابل نال كراهية الدول العظمى وأصبح مطلوب ومستهدف، وحياته بقت على كف عفريت. وفي خلال ال 12 سنة قدر يبقى أسطورة تركيا والشرق الأوسط، وهو الممثل الأعلى أجر في الشرق الأوسط، وقدر يحقق نجاح كبير. وفي نفس الوقت كرهه عدد كبير بسبب مسلسله وادي الذئاب. واجه أكبر الدول وفضحهم، كانت هتدمره واحدة ست وينتهي على أيديها. الأسطورة والممثل العالمي مراد على المدار أو محمد نجاتي شاشماز. اتولد في محافظة الأزاغ التركية، حافظ للمصحف الشريف كامل ومن أسرة متدينة. كان طموح من صغره وبيحب يذاكر أصول الدين ويحفظ القرآن، ولما كبر قرر يسافر أمريكا عشان يكمل دراسته فيها، وكان بيشتغل عشان يصرف على نفسه، ولما اتخرج اشتغل في السياحة. وبعد تفجير 11 سبتمبر اضطهد وتعامل أسوأ معاملة زيه زي ملايين المسلمين وقتها. شاف كل حاجة ما ترضيش إنسان من الأمريكان، وخصوصا إن اسمه الحقيقي محمد، وكان بيعتز بيه جدا ورافض إنه يتنده بأي اسم تاني مهما كانت العواقب. ولما داق بيه الحال وما قدرش يعيش بسبب اسمه وديانته، قرر يرجع تركيا، وحس إن الأمان والشغل في بلده بس ومش في أي دولة تانية. ففكر وعمل شركة تأمين بالشراكة مع إخواته. وفي يوم كان بيتغدى في مطعم من المطاعم التركية، شافه المخرج عثمان سيناف ولفت نظره، فطلب منه يقعد معاه على نفس الترابيزة. ولما قعد عرض عليه بطولة لمسلسل كبير بوليسي، والخطوة دي من المخرج غيرت حياته تماما، غيرت حياته اللي بقى مراد أو محمد، وقدر بكاريزمته وهيبته يكسر الدنيا. وبدأ مسلسل وادي الذئاب، واللي بيتكلم عن أكبر الدول تسلطا وأذى وفيها مافيات وتنظيمات سرية في تركيا والعالم كله، وبيتكلم عن شاب بيتم تجنيده وبيتحط وسط المنظمات السرية وبيفضحهم ويدمرهم وكل المسؤولين عنهم. المسلسل حقق نجاح وإيرادات عالمية كبيرة جدا فاقت كل التوقعات، وترتيب المسلسل وصل لرقم واحد في الشرق الأوسط، وعمل شعبية وجماهيرية في كل الدول خصوصا في آسيا وأوروبا، وبقى حديث كل الناس لأنه فضح الماسونية وفرسان الهيكل وغيرهم من المنظمات الفاسدة، وإزاي رجال الأعمال وأصحاب الفلوس والرأسماليين مسيطرين على كل حاجة بشكل غير قانوني، وإزاي بيتحكموا في الإعلام والاقتصاد والسياسة وكل حاجة حوالينا، ومتخيلين إنها من اختياراتنا لكن هي في الحقيقة من اختياراتهم هم، زي منظمة كي جي تي السرية، واللي بتقوم بأخطر عمليات في العالم، وهي عمليات الاغتيالات السرية المرعبة لأكبر سياسيين ومشاهير في العالم. ده كمان قدر عن طريق مجموعة أعمال يعبر عن القضية الفلسطينية وأعمال الصهيونية، والأعمال دي أزعجت طبعا اللي ما يتسموش، وعملت لهم غضب كبير جدا لدرجة اعتراض الصحف الإسرائيلية ونواب البرلمان والمسؤولين، واللي طالبوا بوقف عرض المسلسل. مش كده وبس، دول طالبوا باعتذار صناع العمل وخصوصا محمد المشهور بمراد عن دوره، لكنه رفض ومهتمش بكل اللي عملوه، واللي وصلت احيانا لتهديدات صريحة تمنها رقبته، لكن رد عليهم بجملة واحدة: انا لا اخاف الا من الله، واسمي محمد وافتخر. وعلى مدار 12 سنة وعشر اجزاء من عمله فضح فيها السياسة العالمية والعمليات الغير اخلاقية والجماعات والشركات وحتى المافيا العالمية واللي بيحركوهم، وفضح المؤامرات اللي بتتعمل ضد العرب والمسلمين والجماعات المأجورة من الغرب واللي بيتنكروا في انهم مسلمين او عرب. ست عملت فيه اللي عجز عنه الامريكان والصهاينة. محمد نجاتي اتجوز من امريكية قبل احداث 11 سبتمبر، وانهارت حياته واتدمرت تماما بعد الاحداث دي، وطلق زوجته غصب عنه بسبب اللي حصل، وانه ما ينفعش يعيش في امريكا. بعدها بدأ قصة حب مع الممثلة ياسمين أوزوتورك، لكن ما حصلهمش نصيب مع بعض. بعدها دخل قصة حب جديدة مع الفنانة نور فتاح أغلو، لكن ما كانش مبسوط ولا حاسس ان ده الحب الحقيقي اللي يقدر يكمل حياته معاها ويتجوزها،
وخصوصا ان شخصياتهم كانت عكس بعض في كل حاجة. بعدها اعجب بالالمانية ناجا هان كاشيكي وحس انها حب حياته، وعاشوا مع بعض 7 سنين وخلفوا طفلين. بعدها اتفاجئ الجمهور باعلان انفصاله، والخبر كان صدمة كبيرة. بعدها الصدمة الاكبر لما رفع قضية على طليقته لضم حضانة اطفاله وتعويض 10 مليون جنيه. والسبب في الانفصال مطالبته بالتعويض بحضانة اطفاله انه اخترق موبايل زوجته وشاف رسائل جنسية بينها وبين عشائها قبل ما تنسحها، لانها ما كانتش تعرف ان هو مخترق التليفون وان اي حاجة بتوصله قبل ما تتحكم فيها من عندها. واتصدم صدمة كبيرة ورفع قضية ضدها بيتهمها بالخيانة، لكن هي ما سكتتش ورفعت قضية ضده بتتهمه باختراق خصوصيتها وتجسس عليها، ودي عقوبتها بتوصل ل 12 سنة وغرامة. ومن لحظة طلاقه وهو نفسيته متدمرة وتحول لشخص تاني، وعبر عن ندمه انه اتجوز من جنسية تانية غير جنسيته، وان الاجانب ما ينفعش الارتباط بيهم بشكل رسمي مهما طال الوقت، طبعهم بيغلب. ومن شدة تدهور حالته الجزء ال 11 من مسلسله منزلش لحد دلوقتي، ده غير حالة الحزن اللي أصيب بيها، أكبر عدو للمساد والصهاينة، وكانت واحدة ست هي سبب دماره وعملت فيه اللي مقدرش أعدائه عليه. وبعد رحلة سنين في أعماله بيدافع عن العروبة بالرغم أنه غير عربي وعن الإسلام وعن كل معايير الإنسانية، لدرجة أنه من شدة شعبيته الجمهور أطلقوا عليه لقب مراد الروح، وبيتمنوا له أن أزمته تنتهي ويرجع تاني أحسن من الأول. لكن لحد دلوقتي مفيش أي جديد ولا أمل.